كانت لازم ايجار وما ادري شو شغلات هذه، ما كنا مستعدين ذاك الاستعداد. جانا ناس صراحه من الصياهد، اول مره في حياتي اعرف الصياهد صراحه. قالوا لنا ايش رايك ترشي لي من الباص حقك وتجي للصياهد. طبعا الموضوع بالنسبه لي انا وزوجي صعب، ما نعرف الصياهد، ما ندري وش اصلا. قالوا مكان ابل وفي ناس تجمعات. قلت لزوجي خلينا نروح نجرب. رحنا جربنا وشفنا، تمشينا شفنا الناس شفنا الحركه، هذا جوي انا اصلا. جيت هنا قلت الا اجي. قال لي يا بنت تعوذي من ابليس، هذا مكان كل رجال مكان. قلت ما فيها شيء، دام انا محتشمه ولابسه زين عادي. حطينا الباص، ما كان عندنا استعداد مره، استاجرنا في 3 ايام خلصنا كل شيء، استعدينا. زوجي يوميا يروح الرياض عشان يجيب الاشياء، ما شاء الله كان القبول من الناس، التجاوب من الناس. كنت اقوم من الساعه 6 احيانا من الفجر وما انام الا 12 بالليل. ليه؟ كان عندي شغف لهذا الشيء. الناس انطباعهم جدا جميل، كانت تجربة لي جميلة، أول مرة أجرب صراحة أني أشتغل بالقهوة وأني أقابل الناس. هذه ثاني تجربة لي في مهرجان الملك عبد العزيز، انطباعي عنها مرة حلو صراحة، عجبني. صرت الحين حريفة بالقهوة، ما كنت عندي استعداد أول، بس الحين صراحة عجبتني الموضوع. أول شيء صراحة النصيحة لأي أحد عنده استعداد للمشروع، ما ييأس من البداية، لأنه ممكن تقابله صعوبات، تقابله عثرات. فإذا هو يأس من أول شيء لا يشتغل، يوقف من البداية. لكن المثابرة شيء حلو، تثمر آخر شيء بشيء حلو. ودي أقول إني السنة الجاية أصير صاحبة ناقة فردية، وأكون صاحبة مو باص، 3 أو 4 باصات. فوق هذا كله أنا أوجه الشكر الجزيل لمهرجان الملك عبد العزيز اللي دعمني وناداني واستدعاني إني أجي أشارك معهم السنة هذه لانطباعهم الحلو. وبعدها أشكر زوجي وصديقتي.